متابعي قناة انفاس باريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة غادي نناقشوا المقاطعات وعلاقة ديالها بمجلس جامعة الدار البيضاء. كما تتعرفوا يعني في الدورة الأخيرة لمجلس مدينة الدار البيضاء صادق على المنح المخصصة للمقاطعات اللي ضعفت مقارنة مع التجربة الأولى لوحدة المدينة اللي انطلقت في 2003. من أجل مناقشة القضية دي نستضيف السي المحفوظ تهيريس، عضو مجلس مقاطعة السباتة والتي توجد على اليمين ديالي، والسي سراج الدين عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط وعلى اليسار ديالي. مرحبا بك السي سراج الدين. شكرا على الاستضافة. سي محفوظ مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. نبداو بالسباتة. خلال التجارب تاع وحدة المدينة كان ديما داك التساؤل وداك النقاش حول أن المقاطعات الضحاوية تتعاني وما يعني ما تيمش التركيز عليها والتهميج ديالها. واش خلال هاد السنوات اللي دازت على دخل تجربة وحدة المدينة هاد المقاطعات الضحاوية ومن بين السباتة يعني عرفت واحد التنمية وعرفت واحد التطور مقارنة مع ما كان يجري في عاد المجموعة الحضرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لجامعة الدار البيضاء تضم 16 مقاطعة. ملي كنقولوا 16 مقاطعة بأن كنقولوا مباشرة بأن ما كاينش هناك عدالة مجالية على مستوى جميع المقاطعات. مقاطعة سباتة كنقول هي المدخل على من جهة الشمال، يعني مدخل الدار البيضاء. مدخل ديال الدار البيضاء يجب ان تكون مقاطعه نموذجيه بجميع المستويات. هنا كنقولوا بان مقاطعه سباته مقارنه مع المقاطعات الاخرى هناك واحد الحيف، لا على مستوى المرافق العموميه، لا على مستوى البنيه التحتيه، لا على مستوى مجموعه من الخصائص. اذا هنا كنقولوا بان الميزانيات المخصصه مستوى المقاطعات يجب أن تضاعف لصالح المقاطعات التي تعتبر شبه مهمشة ولكن أو شبه محادية لجامعة الدار البيضاء، تعتبر المدخل الأساسي لجامعة الدار البيضاء. السي سراج الدين، أنتم في سيدي بليوط تعتبروا يعني مقاطعات محظوظة سواء في نظام المجموعة الحضرية ولا حتى في النظام تاع المجلس المدينة. ما كاينش مقاطعات محدوده ومقاطعات مهمشه. استراتيجيه الكبرى كاينه في سيدي بليوط، كاينه في المعارف، كاينه في الانفه. الطريقه اللي مصيبه هي مجموعه من الشركات. يعني انه للاسف الشديد انك تكون منتخب وكتكلم بهذه اللغه هذه، هذاك الشيء تم توجيهه كله لمجموعه من هذه الشركات ديال التنميه. يعني هي اللي شاد المشاريع الكبرى. كاين عندنا مشاريع اللي كتنزل على مستوى الوزاره، وكاين مشاريع ديال مدينه الدار البيضاء هي فيها شركات ديال التنميه. ملي كنهضروا على مقاطعه محدوده ولا مقاطعه يعني انه مهمشه الى حد ما، بالنسبه لي مقاطعه سباته اليوم الرئيس ديالها هو الزوج ديال العمده، هو احد كبار المنعشين العقاريين. العمده ايضا عضو في المجلس. بالنسبة لمقاطعة سيدي بليوط، لأنه هادشي كيتبنى على المداخل، لو لاحظتي مثلا هناك مجموعة من الممتلكات، مجموعة هادشي علاش كيتبنى؟ لأنه كنهضروا على 2.5 مليار، يعني ماشي شي كاين شي فرق اللي هو كبير. بالطبع أن هاد الحساب ديال النفقات بالطريقة باش كيتصيب أريد له أنه في 16 مقاطعة كيدوز، يعني كنهضروا على المخصص ديال التنشيط اللي كان 7 ولا 10% في السابق كان 15%. هذا المخصص الى جيتي للديبوات انه دابا ولينا كنديروا لاشا، يعني بحال اللي حاولنا الفكره اللي جات ديال هذا الحساب ديال النفقات على اساس انه يتم ضبطه. حتى واحد الوقيته كنا كنقولوا انه المال ديال المقاطعه ولا المال الجماعه راه موجود، اللي جا كي منه. الطريقة اللي دارت باش يتم الضبط، ولكن الضبط لصالح من؟ لأنه بقات نفس الطريقة، كنعطيوك واحد الحساب ديال النفقات أو واحد المخصص مالي، ونطلب منك أنك كدير لاشا. بحال مثلا حنا ما حدث، حنا كانت عندنا سابقة، يعني ممكن أنها تكون سابقة في المغرب على اعتبار أن اللجنة، ونورمالمون قبل من اللجنة نتكلموا كيفاش بدا
القانون الداخلي هذاك النظام الداخلي كيفاش دار، كان ممكن انه في الاطار الماده 35 اننا نديرو اللي جان في نفس الدوره الاستثنائيه. واخا نمشيوش لهذا النقاش هذا، هذه الملحه اللي تقدمت مثلا سيدي بليوط، ماشي غير مثلا نهضروش غير على هذه السنه هذه ولا هذه التجربه هذه، على طيله السنوات الاخيره واش بانت على مستوى سيدي بليوط؟ جوج المليار ما يزيد، واش بانت على مستوى التنميه ديال هذه المقاطعه هذه؟ حيت البعض تيقول لك بان مقاطعه سيدي بليوط يعني ما بقاش ديك المقاطعه اللي كما تيقولوا الناس محظوظه وكذا، الناس عندها مشاكل عندها هذه. لا ماشي ما عمرها غتبان وما يمكنش تبان. كيفاش؟ علاش؟ لانه كنعتمدوا ملي كيعطوك المخصص المالي كنبداو نديروا لاشا كنبداو نشريو شري الهدايا شري بحال مثلا حنا فوجئنا في اللجنه ديال في اللجنه ديال الميزانيه وهذا بانه كاين هدايا وهذا اللي مشات للمولاي رشيد وهو ما يتنافى مع القوانين على اعتبار ان هذا المخصص المالي هو مخصص فقط لمقاطعه سيدي بليوط. الديبوات راهم عامرين نفس الطريقه كدير، يعني بحال مثلا عندنا هذوك الشارات ديال الشوارع تخصت لهم 250 الف درهم رغم انه بالنسبه لينا حنا كتلقى مثلا كل زقاق فيه واحد كل زقاق فيه واحد ثلاثه البليك ولا اربعه اللي كيشيروا الاسم ديالو ورغم ذلك خصصتي. كتلاحظ بانه كيتعاود اكثر من هذا انه الى قارنتي كتلقى نفس المبلغ اللي كيمشي في التبويبات هو المبلغ اللي مشى في العام اللي فات واللي مشى قبل منه، لدرجه انه احنا في هذيك اللجنه فوجئنا بانه المركب ديال اكس فيليب تخصص واحد المبلغ ديال واحد المبلغ والجيستيونير كيقول لهم انا ماشي انا اللي طلبته وعاود خصصنا له 250 الف. ملي جينا كنديروا دوك التغييرات وضربنا هذيك ثلاثه السوايع ونصف الصباح على 14 ساعه، يعني انه كان عندنا واحد هذه اللجنه هذه دازت بواحد الاجتماع اللي هو ماراثوني، ملي كنهضروا على 14 ساعه ونصف في الفتره الزواليه وما ينازع واحد ثلاثه السوايع في الفتره الصباحيه، وفي الاخر ما كنكملوش لاننا كنوزعوا حتى فوجئنا باننا نعتمد النسخه المرسله من مجلس المدينه اللي فيها الخطير وهذه اول مره في التاريخ، هو فيها تعويضات ديال الرئيس وذوي الحق من المستشارين وفيها مصاريف ديال النقل للمستشارين داخل المملكه وكاين خارج المملكه وفيها يعني بحال لاجون بوجو هذا الشيء ما عمره كان، لانه ما يمكنش لي انا نزيد واحد 500 الف درهم في حين وعندهم واحد 400 الف درهم ديال هذا الشيء ديال التعويضات ديال الرئيس وذوي الحق من المستشارين، كتولي عندي 900 الف درهم. واش خليت انا ذاك المواطن اللي كيطيحوا عليه الديور والناس؟ وكتعرف ان حنا في سيدي بليوط عندنا مسائل خطيره، يعني انه كيفاش غدا او بعد غد ملي غطيح شي دار ولا غادي يوقع ليا شي انهيار، هذا المكتب هذا غيقدر يمشي ويتواجه مع الناس ويتكلم معهم؟ وهاد الناس راه كتخصو غير كتخصو غير واحد 100000 درهم باش يتعتق الروح ديالو ويمشي للضواحي وما كيلقاهاش. واليوم انا كنخصص هاد المبالغ هذا فقط من اجل الرفاهيه ومن اجل لان الا كنتي غادي تقضي حنا ما نقدروا معنا حتى هما هنا، غتمشي تجيب لنا تجربه من مدن اخرى ولا شي حاجه، هذا عمل تطوعي اللي بغى يدير شي حاجه كيمشي يديرها على نفقته. سي محفوظ، المقاطعات اللي الضحاوي اللي تنقولوا ولا الهامشي اللي على مستوى مدينه الدار ديما كانوا المنتخبين ديالها تيتشكاو تيقولوا الرؤساء المقاطع العمداء تاع الدار البيضاء ما تنتميوش لهذ المقاطعات. الان دابا الصوره اختلفت كما قال السي سراج الدين، عمده مدينه الدار البيضاء هي عضو في مجلس مقاطعه سباته، واش كاين غيكون شي تحسن في هذه القضيه هذه؟ بطبيعة الحال مادام أن السيدة الرئيسة هي عضوة بمجلس مقاطعة سباتة والزوج ديالها عضو مجلس مقاطعة اللي هو رئيس ديال المقاطعة، حنا عندنا أمال على أن السيدة العمدة ستلفت النظر. أيضا نائب العمدة راه هو السي جودار اللي هو رئيس مقاطعة بمسيك. بطبيعة الحال السي جودار تا هو نائب السيدة الرئيسة ورئيس مقاطعة بمسيك، وكيفما لاحظتوا بأن لاحظتوا أن المقاطعتين سباتة وبمسيك كاين واحد الفرق، لان السيد النائب عمل جاهدا على اصلاح البنيات التحتيه داخل مقاطعه تمسيك، وخير دليل ان في عمليه واحد المسابقه وقعت احتلت مقاطعه تمسيك الصف الاول، هذا انجاز. ملي كنجيو كنقولوا سباته غير ممتله في المدينه، كانت مجموعه من المشاريع كانت انها تجلب لمقاطعه سباته، وما نعتمدوش على ديك المنحه اللي كانت كتعطي غير كافيه لسد مجموعه من الثغرات، غير كافيه
كيف ما قال الاخ سراج الدين حتى المداخل كتختلف من مقاطعه لمقاطعه. اذا ملي كتكون مداخل قويه ديال المقاطعه وان كما كيقولوا لنا كتستافد من واحد من حيث كنا ما كتبانش ان خاصه يجب توظيفها في 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 المكان الذي يجب ان توظف له. ما غنجيش انا مثلا كرئيس ونجي ونبدا ناخذ الميزانيه ونبدا نقسم فيها كيف ما بغيت انا. احنا هنا كنقولوا بان الميزانيات يجب ان تدرج فصولها في في الخصائص اللي كتعاني من ديك المقاطعه على جميع المستويات، لا على مستوى البنية التحتية، لا على مستوى المرافق العمومية التابعة للمقاطعة، لا على مستوى المنشآت الرياضية، لا على مستوى كل ما هو ثقافي واجتماعي. مجمل القول كنقولك بأن المقاطعات الهامشية هي تعتبر، تنقول المقاطعات تعتبر المداخل ديال المدينة الدار البيضاء، لأنك كما لاحظتوا ملي كنمشيو لمدن أخرى كتلقى المدخل ديال المدينة أو سميتو كيكون مدخل رائع، مدخل جذاب، لان كنقولوا بان هنا كيبين بان من خلال هذا المجلس هذا هنا بالنسبه لنا بان العمده هي عضوة مقاطعه سباته وجوع، كنتمنى وعندنا امل انها غتهتم بهذا ماشي بسباته بوحده، انها غتهتم بذوك المقاطعات عندها خاصه الضحاويه. حنا هنا جينا على اساس ما تكونش تفرقه بين المقاطعات، غيكون الاصلاح شامل لجميع المقاطعات التابعه لجامعه الدار البيضاء. واحد النقاش اللي تقال على مستوى المنح بان ما خصش يكون التوزيع بهذا الشكل على المقاطعات، يعني بحال ولا تقريبا نفس المنحه، بالعكس خاص تكون المنحه انطلاقا من المجهود اللي تبذله رئيس المقاطعه في البحث عن موارد ماليه ومداخل جديده في الدار البيضاء. واش تتفق مع التوجه سي رشدي؟ انا كنتفق مع التوجه، ولكن قبل هذا وذاك خصنا واحد عندنا واحد المبالغ اللي هي كثيره والباقي استخلاصها. عندنا مجموعه من الممتلكات، عندنا مجموعه من الفلوس ديال 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 البيضاويين مازال عند الغير. الطريقه باش كنحاولوا نخدموها وباش كندخلوا دوك المداخيل، لانه مثلا الا هضرت معك غير في الجانب ديال الاكريه، القانون ديال الكرا كيحضر معنا السي تيريس اللي هو عضو ديال لجنه ديال المرافق. القضيه ديال الكرا اللي كنمشي انا وكان واحد الشخص اللي كاري مثلا من عند المجلس الجماعي، وكنبقى هذيك الاجراءات كنبقى نهضر معاه غير في الكرا. واش كتعرف ان شنو كنديروا؟ راه ممكن انه هاد الناس هادو يديو واحد 20 عام 30 عام هو انت عندك معاه نزاع، في الاخر ملي كتحكم المحكمه شنو كتخلص عنده؟ كتخلص عنده تقادم هو 5 سنوات، يعني يكون قد استفاد مده طويله. وهاد اللجنه ديال المرافق كتعرف هاد العمليه يعني. اذا هذاك الفرق ما بين انني السيد مثلا عندي 20 عام و30 عام وفي الاخر غنمشي معاه الاقصى درجات التقالي، شنو غيخلص لك؟ غيخلص لك 5 سنين. يعني هذاك الفرق اللي بقى تما هو ما نسمع عنه الكثير والكثير والكثير بزاف. بالنسبه لي انا ملي كنهضروا على المخصصات الماليه، علاش هو تسمى مخصص مالي؟ لانه هذا غير كيتعطاك وكتوجه فين خصك ديرو. بدليل علاش انا قبيله كنقول لك بالنسبه لهذاك النظام الداخلي كيفاش بدينا، باش كيبان لك بانه العمليه هي عمليه بحال نقدروا نقولوا انه الواجهه ديمقراطيه والنظام ديال المقاطعات اللي هو رئاسي بامتياز. لانه كيبداو يجيبوا لنا مثلا بدينا في النظام الداخلي، راه كان علينا اننا نديروا اللجان، لا دير لي دوره استثنائيه في النظام الداخلي بوحدو. والقانون راه مفتوح ما كيزيرش، ما قالش لي دير لي غير النظام الداخلي بوحدو. ولكن حصل او اريد ان يحصل اتفاق على مستوى المقاطعات كاملين. سير لي يا سيدي، سير لي دير لي النظام الداخلي بوحدو، من بعد النظام الداخلي دير لي اللجان، من بعد جاتني اللجنه مزيره مع هذيك الدوره. اذا هنا شنو كيبان لك؟ لا اريد ان استعمل كلمه التحكم، انا عندي كلمه خاصه استعملها منذ سنوات، هي كاينه واحد التيليكوموند اللي كتمشي فينا في واحد التوجه باش نبقاو كندوزو هذا الشيء كيف ما هو. لان اليوم واش اليوم ممكن تهضر معايا السيد دابا سي رشدي الدين، وانت واحد من الاغلبيه وواحد من حيت الاستقلال راه كاين داخل في هذاك التحالف ديال اللي تيسير مدينه الدار البيضاء الى جانب الاثار والمعاصره والتجمع الوطني. ومارست حقي ك ك ك كمستشار في التسيير، ودرت ملي دخلت اللجنه ديال الماليه ضربت فيها 3 السوايع ونص الصباح، وراسلت السيده الرئيسه بمراسله قبل
قبل انعقاد الدولة داخل الأجل الدورة قبل بمناسبة الإجراء فيها إجراءات قانونية، طلبت منهم يعطوني الصفقات المعلقة والصفقات في طور الإنجاج وسند التسليم وسند ديال الطلب، ويعطوني واحد الجرد ديال أشنو عندنا في ستوك، لأن ستوك عندنا وبرم. رغم ذلك ما عطاوناش هذا الشيء هذا لا في اللجنة، وتجاوز مشينا للجنة وبقينا مشكلة تهضر عليه في سيدي بليوط، واش كاين نوت اصلا في سباته تا هو ولا انتم شويه عندكم قضيه بارده؟ هذا يعرف لي مارشي ولي مارشي اون كور حسن، عطيني باش يمكن. بالنسبه لهذا الشيء ديال الصفقات ما يمكنش نهضروا فيه بزاف، لان حتى هذا خصو يكون برنامج بوحده اسم الصفقه وقوانين مضمن الصفقات كيفاش كتكون سميتو. حنا ما ممكن ان اضيفه للسي سراج الدين بان بالنسبه لهذه المبالغ او ديك كنت نقولوا الباقي استخلاصه، هو هذا المصطلح كيتعاود بزاف. دابا كانت تحتات واحد الشركه في اطار دوك الشركه التنميه، ديك شركه موارد، هاد الشركه ما تفعلاتش لان تيقول لك بان هاد الشركه لا تفعلات خاصها تحفيزات بالنسبه لدوك الاطور الموظفين اللي غيتم انهم يقوموا بهذه العمليه. هي تيقول لك عندها واحد الاطار قانوني ما يمكنش انها تخرج عليه تشتغل فيه، اذا ما يمكنش ان اذا هنا ما غتحصلش ليها على موارد. والدار البيضاء مدينه الدار البيضاء في حاجه ماس ان تستخلص الموارد ديالها لان هي دابا عندها ديون. ملي كنجيو كنشدوا الميزانيه كنقارنوا الميزانيه مع الباقي استخلاصه راه فرق شاسع كبير بزاف. اذا هنا اش كنقولوا بان هاد الشركه هذه لا تفعلات وكانت تحفيزات بالنسبه لدوك الموظفين الاطور غيتم واحد الاجتهاد، لان ملي كتحفز واحد الموظف كيجتهد انه يدير عمليه التحصيل بشكل جدي. كنقولوا كاين اطار قانون ما خصهاش تخرج ليه، ولكن القانون راه كاين، ولكن راه حنا كنعملوا في القوانين المنظمه، راه كاين القانون كاين اجتهاد كاين عرف. انا الا خفت على راسي مثلا نخالف واحد القاعده قانونيه كاين واحد الاجتهاد اللي كيحاول دير شركه الموارد غادي تنجح في هذه المهمه ديالها، لان باقي استخلاصه راه منذ سنوات وحنا تنسمعوا في الدار كيتجمع استخلاصه باقي استخلاصه وكل دوره في كل باقي استخلاصه وكبر ولا جبل كبير. انا الشركه ما غاداش تنجح ما دام ان عندها واحد الاطار قانوني خصها تشتغل فيه. هذا هو اللي كان ديك الشركه ما غاداش تنجح ان تم استخلاص الاراده السياسيه، خص الاراده السياسيه تكون الرغبه ديال المسؤولين والرغبه ديال هذا الشيء اللي كتفلو السيره السيره جديد. وان البعض يقول بان المنح تاع المقاطعات ما خصهاش تكون بهذه الطريقه، هذه خصها تكون بطريقه ان الرئيس اللي تيبذل مجهود كبير على مستوى باقي استخلاصه ويجيب بداخل تاع الدار البيضاء هو اللي خصنا بحال تنجازيو هذه المقاطعه على المجهود اللي بذلها. دخلتي لنا واحد لاسون تاخذ من حقك. حنا ملي كنقول مثلا مقاطعه سيدي بليون او المعارف مثلا كنقولوا عندها مثلا مداخل مهمه وانفا وانفا مثلا الشريط الساحلي، ملي غنجيو نقول مثلا مقاطعه سباته سيدي عثمان مولاي رشيد تكون مداخل ضئيله جدا. حنا الا بغينا نجيو نتكلموا على سيدي عثمان راه في مارشي كريوف ولكن حتى سباته ولكن كيبقى ديال الطريق لا تقطيع الترابي نعطيك سباته لا ماشي تقطيع، راه مثلا كاين حويجات اللي كيقدروا يضيفوا بحال مثلا غادي يطرح واحد المشكل نتمنى انه يطلبوه منا مجموعه ديال الناس. كتعرف انه في سميتو في لابليكاسيون على قبل هذوك الرخص وقع واحد التغيير بالنسبه للبرو اوتوريزي، وكاينه واحد سيرتيفيكا دو سيليبريتي واحد الشهاده ديال بانه هذا المحل يستجيب للمعايير الصحيه. وهذا مثلا ملي كتجي عندنا سيدي بلوت كتلقى عندنا رئيسه قسم كاينه طبيبه، ملي كنمشي للسباته ما كنلقاش طبيبه، اذا ما تعطينيش غنولي كنعطل الاستثمار. كنمشي للسباته باش ناخذ هذه الشهاده هذه باش نديرها في البلاتفورم، لانه بلا ما يطلبوا لي البرو اوتوريزي خاصني نمشي للمدينه، يعني رؤساء المصالح على مستوى هذه المقاطعات السته سلتجا المدينه ماشي مشكل، يعني انه نتمنى انه يدرك هذا الموقف لانه هذا واحد العائق ديال كيعيق ليا الاستثمار. الا بغينا ننميو مثلا المداخل على مستوى السباسه ولا الضحاويه السباسه غير نموذج على المقاطعه الضحاويه اشنو هما بالنسبه للمقاطعه الضحاويه خص تكون فيها واحد المشاريع اللي مدره للدخل بالدرجه الاولى، تكون ان ذوك المقاطعات تكون توفر على وعاء قاري فين دار مشاريع مديره لا على المستوى الثقافي لا على المستوى الرياضي لا على المستوى الاجتماعي. هاد المشاريع هي اللي غتضخ في الميزانيه ديال هاد المقاطعات او في ميزانيه جامعه الدار البيضاء. كيف ما قلت قبيل وما كملت بان مثلا نقول المداخل ديال هاد المقاطعات، هاد المقاطعات تعتبر مداخل مهمه في عكس مثلا المقاطعات الضحاويه كتلقى مداخل ضئيله جدا. ولكن راه كاين الفلوس في الضحى الاراضي العاريه والطريقه ديال البناء والطريقه راه نورمالمون
بحال دابا ملي كتهضر مع منعشين عقاريين هذا دليل انه منعش عقاري راه كيمشي للمقاطعه الضحاويه. مثلا الا هضرنا على مجموعه من الاخوان، مثلا الا هضرنا على سيدي عثمان السي جبيه سميتو السيد رئيس الزوج ديال 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 العمده فين كيتواجدوا في المناطق الضحاويه، لانه هذيك الاراضي وكيفاش كندخل هذاك لازون كندخلوا للتنميه وهذا يعني ملي كتهضر مع مع المنعشين العقاريين كيقول لك راه الغفله باقا في باقا في الضواحي، مازال باقا الغفله ولو باقا الغفله الضواحي. كاين اراضي تابعه للمقاطعات ولكن كنلقاو سباته بانها ما عندهاش هذه الاراضي كامله، يعني انت ما كاينش ولكن البناء راه كاين عندنا البناء ما كاينش عندنا في سباته بزاف، ما كاينش البناء ما العقاري محدود راه باش تقطيع الترابي ديال ديال سباته مع سيدي عثمان المراشد بمسيك راه كان حيف. نعطيك مثال بسيط، سباته جوا في التقطيع ديالها، نعطيك مثال كطلع على شارع جولان كطلع على شارع جولان كتلقى لافيراي تابع لسيدي عثمان، علما ان اختي كنت تابع سباته هو تابع هو راه مع 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 عنده ارتباط بالسالميه جوج، السكان عطاهم لسباته ولا فيراي ومرجان وسميتو عطاهم سيدي عثمان، يعني كاين حيف في التقطيع. اذا سباته شنو بقى عندها؟ كتعتمد على المنحه او الميزانيه اللي كتعطاها من المدينه هي اللي كتبقى تصرف في البناء التحتيه اللي تصرفت مجموعه من المبالغ في كل ما يتعلق بكل زامباس سميتو في خلال المجالس السابقه. الصراحه اشتغلوا بواحد الطريقه اللي ولات سباته كتبان مقاطعتها اصبحت متميزه الحمد لله، لان الشهر انا كنت عضو سابق في هذاك كنا كنعينوا هذه الاشغال وكنشوفها سميتو على مستوى الازقه، وانت سي سميتو راك ولد المنطقه وكنعرف حتى شنو تبدل في المنطقه، راه انت خير وشاهد على ذلك. سي رشيد الدين شكرا جزيلا على قبول الدعوه، سي محفوظ شكرا ايضا على قبول الدعوه، متتبعي قناه الفاس بريس الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازي سيتي.